حصاد الجنوب، أهلا بكم. دشن المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم الثلاثاء في العاصمة عدن مشروع الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي لدعم شباب الجنوب تحت شعار الشباب ثروة الجنوب. اطلع معالي وزير الدولة محافظ العاصمة عدن أحمد لملس اليوم الثلاثاء على التصورات والدراسات الأولية لعدد من المشاريع التنموية الخاصة بتحسين المدينة، أهمها مشروع تأهيل وتطوير ساحل أبين بطول 2300 متر. تقدمت قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم الثلاثاء في العاصمة عدن جموع مستقبلي جثمان المناضل الدكتور محسن قاسم وهيب وكيل محافظة عدن للشؤون التعليمية عميد كلية التربية الصبر لدى وصوله إلى مطار عدن قادما من العاصمة المصرية القاهرة، حيث جرى بعدها الصلاة عليه وتشييعه إلى مثواه الأخير بمقبرة أبو حربة. شكلت لجنة مخرجات لقاء حضرموت العام حرو ولجان الهبة الحضرمية المشكلة في مديرية الساحل اليوم الثلاثاء لجنة لتصحيح مسار الهبة الحضرمية من أجل النهوض بالهبة الحضرمية وتلافي التجاوزات السابقة وتحقيق أهدافها التي خرج لأجلها كل أبناء حضرموت. ورياضيا، أحيت دائرة الشباب والطلاب في المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم الثلاثاء ذكرى يوم الرياضة الجنوبي الذي يوافق 14 يونيو بمهرجان رياضي احتضنته الصالة الرياضية بالشيخ عثمان تحت شعار معا من أجل النهوض بالرياضة الجنوبية والرقي بها. نهاية الحصاد لهذا اليوم، إلى اللقاء.